السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كارير بيرلي. يعني انا مش ناسي القلم اللي خدناه الحلقه اللي فاتت في ماتش برينفورد في الدوري في ملعبهم 4-0، يعني مش ناسيه ومش هعديه في الحلقه دي ان شاء الله باذن الله. ناخد بقى بطاقه التاهل للكاراباو ونحاول نعدي ماتش برينفورد ده باي شكل من الاشكال. انا مش طالع لكم في الانترو، عندنا ماتش برينفورد في الكاراباو ماتش مهم جدا بالنسبه لي، وعندنا ماتشات بقى في شهر نوفمبر كريستال بالاس وماتش صعب جدا قدام ارسنال وماتش ويست هام، ونخش بقى شهر ديسمبر قبل بقى الميركاتو ونشوف بقى هنعمل ايه في الميركاتو اللي جاي ان شاء الله باذن الله، يعني ماتش شيفيلد يونايتد وماتش ولفرهامبتون، وناخد بقى نختم الحلقه بماتش برايتون. بس ابدا الحلقه من لايك الفيديو واشتراك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات. يلا بينا على ماتش برينفورد. طبعا برينفورد داخل فول تيم الماتش ده، ايفانيلسون طبعا اللي لبسنا هاتريك الماتش اللي فات، ولا لبسنا جولين في الماتش اللي فات، يا رب يخايش بقى الماتش ده. مشكلة ان بروخا مجهد قوي، يا ساتر على الكوره حلوه دخل قوي والله. لا خلص يا فيتينيو، يعني بص طلع من هنا، الله عليك يا ترافورد والله شفت جول. يلا يلا تيلور، تريزور معاك، اطلع تيلور، خش يا بروخة حلوة، بروخة والنبي خلص. لا يا بروخة حلوة حلوة يا شباب حلوة. راجع اوعى بس غفلونا في كورة كده يا جماعة، لو جابوا جون مش هنعرف نتعادل. اوعى ضربات الجزاء، يلا صح، اطلع كاونتر اتاك بقى بسرعة، خش يا عمدوني انت حلوة. يلا عمدوني والنبي خش بقى عمدوني، والله كانت راحه دي حلوه يا تريزور، خش انت بقى. يعني انت عرفت ما بتلعبش ليه تريزور ليه؟ انس طبعا الضروري طبعا يعني ما بيلعبش الماتش ده. مين مقابل يا شباب هنا؟ ارجع كولن حلوه، ما تسيبوش. طيب فيتينيو يا راجل يا راجل اعمل فاول. طيب هيبصيله ما يشوطش ده، يا ساتر مش ممكن يا جماعه. ايفانيلسون ده يعني عايز بص حد يكسره بقى. مانويل اطلع انت كولن، خش. طيب بروخه وتروش اوف سايد، خلص يا بروخه يا ابن اللعيبه يا بروخه، يا مدلعنا هلا والله. تسعة بتاعهم مش أحسن من التسعة بتاعنا يعني. حلوة كولين قوي، اطلع أنت يلا فيتينيو، خش عمدوني يلا عمدوني خلص. بروخا والنبي يا بروخا خلص، إيه يا بروخا ده يا بروخا. انزل كده يا جدال، تعالى يا باير، مرهق طبعا من ماتش الدوري اللي فات. حلوة يلا عمدوني، تريزور خش أنت بقى يا ابن اللعيبة. بروخا خلص، الله على الجول ده يا بروخه. خلص يا كولن يا كولن والنبي يا كولن، حرام عليك، خطر جدا الكره دي. هيشوط. طيب طبعا اربع تغييرات كده بالنسبه لنا، يعني محتاجين تغييرات باي شكل من الاشكال، لعيبه مجهده جدا فمحتاجه اريح شويه لعيبه. النبي يا جماعه نحاول نخرج بالماتش كده، يا سلام لو نكسب الماتش ده، يا سلام يا شباب والله العظيم تفرحوني جدا. هو هيشوط ده، حرام يا جماعه والله العظيم ثلاثة حرام بجد. منافسة شرسة جدا بين ايفانيلسون وبروخا في الماتش ده بالذات للأسف. راجع كله يرجع، فاضل دقيقتين ونبقى يا شباب، يا ساتر على الكرة دي والنبي. الحمد لله امسك يا ترافورد والنبي. واضح من صعوبة الماتش يا جماعة، طبعا مش هيحسموا غير ضربات الجزاء، يعني الموضوع كان صعب جدا وماتش فيه منافسه رهيبه. يعني فيريكسون انا واثق فيك يا ابني ان انت تعرف تخلصها باذن الله، ان شاء الله بطاقه التاهل من نصيبنا باذن الله. عشى فيريكسون قوي، ننشف بس كده. ترافورد انا واثق فيك انت كمان، حلوه ترافورد حلوه. جود مانسون طبعا نزلته مكان تايلور عشان بيلعب ضربات جزاء حلو، وهيضيع الضربه دي انا عارف، عشان انا بقول لكم عارف والله، عارف اللي هيحصل السيناريو ده عارفه. حلوه يا ترافورد حلوه، بتنام حلو بس يعني. تريزور خلص، يا رب جون ان شاء الله. حلوه يا تريزور، الواد ده نفسي ضايع، نفسي ان شاء الله. الله عليك يا ترافورد، فوستر والنبي خلص. بروخا كان هيحطها يا فوستر،
انت ما خسرتنيش يا فوستر والله، حلو يلا يا رب. حلو هترفض بينام، حلو والله. بس هو عمدوني وحياة امك يا عمدوني والنبي، عمدوني خلصنا عمدوني والنبي، اعصابك تلاجة. لا عمدوني والله ترافورد يا رب، يا ترافورد يا رب، يا ساتر على الكورة. كولين ممكن تضيع، هتضيع دي شكلها. حلوة يا كولين، حلوة. ترافورد هيصد ان شاء الله، انا واثق فيك يا ترافورد والله، واحد من نجوم الماتش يعني. ترافورد يا حبيبي، سمعنا صوتك، يلا سمعنا صوتك وصوت الجماهير. يعني في البدايه بس انا بعتذر لكم بجد جدا على انفعالي في الماتش بتاع برينفورد في الكاس، يعني بجد كان ماتش صعب جدا. نزل لكم في الحلقه يا جماعه الهايلايتس بتاعت الماتش، لكن الماتش لو كان نزل كله، الماتش كان حقيقي حرفيا كان تحدي بين الفرقتين، من اول بقى الصفقه اللي طارت مننا وخدوا ايفانيلسون المهاجم اللي احنا كنا عايزينه في الاول خالص، لحد ما كسبونا 4-0 في ملعبهم واحنا كسبناهم في الكاراباو. انا بالنسبه لي لو جيت قلت لي الماتش الاهم بالنسبه لك ايه، هقول لك ماتش الكاراباو اهم بالنسبه لي بكتير. يعني ان احنا لو كنا تخيرنا نكسب في الدوري ونكسب في الكاراباو، الكاراباو طبعا اهم بكتير، احنا كده وصلنا دور الثمانية في كاس الكاراباو، لكن الاهم كله انا واثق في الفرقه، وكنت واثق ان الفريق ان شاء الله يعمل ماتش كويس ويلعب برجوله. والاهم من ده كله انت عندك ترافورد، يعني واحد من اهم اللعيبه في الموسم ده بالنسبه لي. في نفس الوقت بقى عندنا ماتش مهم جدا قدام كريستال بالاس، احنا اخر اربع ماتشات في الدوري خسرنا الاربع ماتشات دول، طبعا اخرهم كان قدام بورموس في الحلقه اللي فاتت، فمحتاجين ناخد الثلاث نقط دي باي شكل من الاشكال. الماتش مهم جدا في ملعبنا، وكريستال بالاس في مركز 17، فاكيد هي عندها الدافع كمان برضه تكسب وتخرج من مرات الهبوط دي. ده التشكيل بتاعنا ماتش كريستال بالاس، طبعا ثلاث لعيبه اساسيه ما بتلعبش الماتش ده عن ماتش برينفورد اللي في الكاس، يعني بروخه طبعا للاجهاد زي ما انتم شايفين قدامكم، بروخه يعني مجهد جدا، وامدوني برده كان مجهد جدا بشكل كبير، مانويل بقى لاسباب فنيه الراجل ما بيلعبش بشكل كويس بقاله فتره فمحتاج يقعد، وريدموند هو اللي ممكن ياخد الفرصه دي. كريستال بالاس يعني عندها لعيبه حلوه، ما اعرفش في مركز 17 ليه، بس عندها لعيبه قويه يعني. يا ساتر على الكوره، حلوه براون هيل، اقفل بس يا فيتينيو كده، خطر اوعى دي، طلع من هنا، عاش يا رجاله قوي، اوعى دي تايلور، ما يعدكش كده تايلور ابدا، عاش يا باير قوي، طلع من هنا والله العظيم، حلوه يا ترافورد يا ابني، يلا فيتينيو، حلوه فيركسون، اطلع انت يا فيركسون، فوستر خش انت والنبي يا فوستر، خلص يلا يا فوستر في البعيده، يا فوستر انت بتستعبل يا ابني، ماشي ايه في العايزي، حلو يا ترافورد، ايه يا حكم يا عم، ارحمنا بقى يا عم بقى، يعني لو كنت في منطقه الجزاء كانت تحسب ضربه الجزاء دي، انا مش شايف الجول فين يعني، والنبي ده انهي مخرج بيصور الكره دي، خلي بالك في ثلاثه في الحته دي، حلوه فيتينيو يا عم، فيتينيو خلص يا فيتينيو، حلوه يا ترافورد، كان هربت على الكوره، غطي يا كولين بسرعه كده قبله تايلور، ماشي حلوه صح كده، حلوه طلع من هنا بقى يا عم، طلع من هنا، بص ايدك، الحمد لله ترافورد. يعني انا محتاج نكون كلينيكال اكتر قدام الجون، للاسف فوستر يعني خايب ظني في الكره اللي جات له، يا فوستر لازم تفهم كويس قوي ان هي كره بتجي لك يا حبيبي في الماتش كله، لازم تستغلها، اتعلم من بروخه كده، بص بروخه بيعمل ايه، انزل يا بروخه تعالى، حلوه انس قوي، خش انس، كره حلوه، خلص فيركسون، والله كره حلوه فيركسون، صح اقفل يا فيتينيو، يعني كمل كورتك بقى صح بقى، ماشي ربنا يستر، والنبي يا جماعه هيشوط بس خباك ده، اوعى ضربات الجزاء، انتوا بتستهبلوا يا جماعه، والله العظيم بتستهبلوا في الكوره دي، يعني قافل يا تايلور، يا ساتر والله العظيم يا دخيل، انت يلا سوبر ستار يلا في الدفاع، خلص بروخه، اطلع تيجو، حلو والله يا عمدوني، حرام عليك يا عمدوني،
هندرسون شالها يعني. يا نهار ابيض على المساحه، خطر جدا الكره دي والله العظيم. الدخيل اوفسايد. يا ساتر على الجون ده يا جماعه. بس والله العظيم امين الدخيل انا بعتبره واحد من احسن لعيبه عندي في الفرقه بصراحه. الواد يعني شال جون يعني، بس هي الحظ خدمهم. مانيول خش يا تريزور انت. حلوه يا تريزور قوي. يلا يا راجل حرام عليك يا عمدوني. ايه يا عمدوني، في ايه يا عمدوني؟ يعني هقول هارد لك لينا طبعا لجهاد في ماتش برينفورد في الكاراباو. تعب ناس كتير قوي زي بروخا وزي تايلور وزي عمدوني. في لعبة كتير طبعا وفي لعيبه ما كانتش في مستواها زي انس يعني للاسف، وفوستر طبعا. فثلاث نقط خسرناهم وللاسف يعني خامس خساره على التوالي في الدوري. انا عارف ان احنا خسرانين خمس ماتشات في اخر خمسه في الدوري، لكن لما حد بيجي يتكلم مع من الاداره ولا من اللعيبه، يا جماعه احنا في دور الثمانيه في الكاراباو، وصلنا للاحسن ثمان فرق في الكاراباو. معنى كده ان انت عامل انجاز لحد اللحظه دي. لسه الانجاز طبعا، لسه احنا يعني عندنا احسن من كده كتير نقدمه. وفي الدوري يعني لو سالتني على الخمس ماتشات دول هقول لك ان احنا ما كناش الطرف الاوحش فيهم، عملنا ماتشات كويسه جدا، وفي ماتشات خسرناها ما كناش نستحق نخسرها. ماتش ارسنال ماتش صعب جدا، ماتش في التوب فور مع فريق قوي جدا، لكن اتمنى ان شاء الله ناخد نقطه على الاقل في الماتش ده. يعني انا اكيد اكيد قلقان من الماتش طبعا. انت بتقابل فريق من احسن ثلاث فرق في الدوري الانجليزي، كواليتي رهيب في الفريق بتاعهم، فريق قوي طبعا جدا، فريق في التوب فور. يعني نتمنى ان شاء الله نعمل ماتش كويس والنتيجه هتيجي ان شاء الله باذن الله. مكانك يا حبيبي بسرعه. يا ساتر على الكره دي. براون هيل فلوك يا دخيل. الحمد لله. اطلع بسرعه. حلوه. اوفسايد. دي نقطه. ماشي. خش يا عمدوني معايا يا عمدوني. يلا يا عمدوني. والله العظيم كره حلوه. يا ساتر. ساكا ما يعديش. هياخدك في ظهره. والله العظيم ترافورد شايل اجوال لحد دلوقتي. يعني ارسنال كان عندهم اكتر من فرصتين. ارجع بس ارجع. حلوه ترافورد. الضغط ده كله هيتسبب في جون يخش فينا. يلا فيتينيو خش. حلوه يا ابن اللعيبه. خش والله. بروخه. يعني يا بروخه انت عملت الصعب. حلوه حلوه يا بروخه. اضغط هنا. يلا يا دخيل. الحمد لله. طلع من هنا بس. يلا يا انس. والنبي ممكن يستغل الكره دي. نركز بس والنبي. يلا خش. يلا عمدوني. حلوه عمدوني قوي. بروخه معاك. مانويل. يلا بص يا براون بيقول لهم اهدوا. لا ما تهدوش، ما تهداش يا حبيبي. انا اللي اقول بس تهدى وما تهداش، مش انت اللي تقول لي. ركز بقى. شفت ليه كنت بقول لك ما تهداش ليه؟ كان ممكن تيجي جول والله دلوقتي. يعني التعادل مع ارسنال في ملعبها نتيجه مش وحشه لينا لو خلص الماتش كده اكيد، بس المشكله انه ممكن ما يخلصش كده بنسبه كبيره. ارسنال الشوط الثاني هتنزل بص يعني هتاكل الاخضر واللابس زي ما بيقولوا، فنخلي بالنا هم عندهم هدف كبير ياخدوا الدوري السنه دي. احنا بقى دورنا ان احنا نبوظ الهدف ده. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الكوره. حلوه تايلور. اطلع صح والله لعيب. يلا باير خروج بالكوره ممتاز. يلا حلوه فيتينيو. مانويل مساحه حلوه قوي. خش يا مانويل. كره حلوه. بروخه. الله على الجول ده. والله العظيم انا مبسوط، والله مبسوط يا جماعه بالفريق وبمستوى الفرقه وبالاداء وبالروح وبكل حاجه في الفرقه لحد دلوقتي. حتى لو احنا في مركز 14 انا مبسوط. لعيب فاول مش مشكله، مش مشكله خد فاول. ما فيهاش انذار كمان ان شاء الله. اتفرج جورجينيو نزل مين؟ هنزل بارتي؟ طبعا بارتي هينزل بقى يدينا صاروخ ارض جو كده في الجون. اوعى ضربات الجزاء بس. الحمد لله ترافورد، ربنا يحميك يا ترافورد يا ابني. ساكا اتصاب. معلش يا ساكا بقى. اطلع يا كولن. بص بارتي دبابه في نص الملعب.
يا حظك يا حظك. ترافورد ونبي ماشي الحمد لله، والله محظوظين. الماتش الجاي قدام ويست هام، نركز بس في الماتش ده الاول ونشوف بعد كده ويست هام وزفت زفت بقى. اوعى ضربات الجزاء يا فيتينيو. حلوة يا ترافورد. طلع لي يا مانويل كده. يا ساتر والنبي. الحمد لله على الكرة دي. فيتينيو مكانه فاضي، مش هقول أكتر من كده. دخيل. أنت لوحدك أنا عارف. الحمد لله يا ترافورد. يا جماعة ترافورد والله العظيم أنا محظوظ إن معايا واحد زي ترافورد والدخيل في الفرقة. براون هيل يا دولي. تايلور اعمل فاول. خطر دي. يا نهار ابيض على الكوره. صح تريزور اعمل زياده عديه هنا كده. تايلور. بص واحد ضد واحد. خطر دي. والله العظيم يا ترافورد ربنا يحميك يا ترافورد. مبروك يا شباب. والله العظيم انا ما مصدق ان احنا كسبنا ارسنال في ملعبها. في حاجة مهمة كمان، لو أرسنال ما كسبتش الدوري السنة دي الماتش ده يبقى واحد من الماتشات اللي اتسبب في عدم فوزهم بالدوري. بعد الثلاث النقط الصعبة اللي خدناها من ملعب الإمارات، ملعب أرسنال في ماتش صعب جدا قدام فريق كبير زي فريق أرسنال، عندنا ماتش قوي بقى قدام فريق ويست هام في التوب فور، يعني فريق ديفيد مويز برضو فريق صعب هو كمان، يعني ويست هام في المركز الرابع 23 نقطة. أنا يهمني دلوقتي طبعا ما يهمناش النقط ونركز في الكلام ده، احنا بنركز دلوقتي على الاستراكشر اللي بنبنيها، بنحاول نبني شكل للفريق وبنحاول نبني استراتيجي للفرقه وشكل احسن في الملعب وبنحاول نطور بيردي على السنين اللي فاتت دي كلها. طبعا بيرج هورست بيلعب في ويست هام زي ما انتم عارفين، طبعا راح لهم السنه دي وانا خايف بقى يقدم واحده من احسن ماتشاته قدامنا، لكن احنا نركز في فرقتنا ونركز في الاداء بتاعنا في الملعب وان شاء الله نطلع بالثلاث نقط في ملعبنا قدام جمهورنا. يطلع فيتينيو. يلا مانويل. فيتينيو الله على الكوره، والله العظيم كوره حلوه قوي تكمل بجون. بس يا راجل حرام عليك، بتحسس عليها يا فيتينيو. قلقان منهم والله ويست هام كده، والفرصه اللي ضاعت دي كانت قلقان اكتر. يلا عندوني بروخه يا ابن اللعيبه. بروخه ده عندوني لعيبه. لا عندوني والله ربنا يحميك يا عندوني. يعني اول جول عندوني معانا من 13 ماتش، طبعا يعني اكس جي بتاعه مش قوي قوي لكن جول مهم يعني. مانيول الله على الخروج. بشوف سايد خش. نبي مانيول اعمل حاجه. خش يلا. حلو يلا مانيول والله. اخرج يا مانيول كده. فين عمدوني؟ عمدوني بروخه خش بتاعتك بقى دي. حلو يا بروخه قوي. خلص. مش ممكن مش ممكن يا بروخه على الحظ. خطر الكوره دي شكلها كده خطر. هايل في وسط الضغط ده. فيتينيو اعمل فاول. طيب ربنا يستر. دخيل. الحمد لله ترافورد يا دولي. عايز اقول لكم يا جماعه تقريبا دي اخطر كوره لويست هام في الماتش كله، احنا قافلين كل خطوط الهجوم بتاعتهم. اطلع مانويل. حلوه. طلع من هنا. يخرب بيتك هتحطها في الجون بتاعنا. ويست هام هتعملها معانا صح؟ شكلها ويست هام هتعملها كده. عشا ترافورد والله. مبروك يا شباب، ثلاث نقط مهمه جدا لينا ويعني تحسن ملحوظ في اداء فريق بيرلي في الفتره دي. يعني الاربع لعيبه دول عاملين صداع للاداره، ومعنى ان هم مصدعين الاداره يبقى الاداره هتصدعني انا. طبعا كل شويه ميلات بالنسبه للعيبه المعاره زي لارسن، ده واحد جاي من هوفنهايم ما بيلعبش خالص، لعب ماتش معانا واحد بس في الكراباو، فمعنى ان انا ما بعتمدش عليه، يبقى هو الراجل هيمشي وخلاص يعني موضوعه اتحل خلاص. اما بالنسبه للتريزور، تريزور طبعا لاعب معانا بيلعب بشكل منتظم بقاله فتره، لكن مشكلته ان هو عايز يتعاقد معانا بشكل دائم خلاص. سعره بس 20 مليون، احنا معناش فلوس ندفع المبلغ ده، غير ان احنا علينا 5 مليون لسه عشان نحقق اهداف الاداره. اما كورك بقى وجودمنسون فالاثنين عقده ما تنتهي خلاص كمان 6 شهور، من حقهم بقى يوقعوا مع نادي تاني فري، لكن مشكلتهم واحد 33 سنه والتاني 34 سنه. فالموضوع صعب جدا، انا مش هقدر اجدد لكم. انا اصلا يعني بلم فلوس في السوق دلوقتي، عايز 5 مليون باي شكل من الاشكال عشان الفلوس اللي علينا، فمعنى ان انا اجدد لك عقدك يبقى هدفع فلوس زياده، فللاسف انت 34 والتاني 33، ف تشوفوا بقى حظكم في حته تانية.
ماتش بقى شيفيلد يونايتد يعني مشروع برضو مثير للاهتمام جدا. شيفيلد يونايتد الموسم ده عامل موسم محترم لحد اللحظه دي، غير ان هو يعني صاعد معانا من الشامبيون شيب، ف يعني في كده ديربي بيننا ومن بعض كده، في اللي هو ايه، انت صاعد من الشامبيون شيب وانا صاعد من الشامبيون شيب زيك، فالاثنين مين يكسب فينا النهارده مهمه جدا جدا بالنسبه لي، ان احنا نبين ان احنا مشروعنا جاهز عن شيفيلد يونايتد في الموسم ده. مقفوله تماما بيرلي طبعا، يعني بنحاول بقى حلوه. انس خش، انس حلوه، مش اوف سايد يا ابن اللعيبه، انس حلوه. لا انس والله، بس عندك احسن، لو كانت بشمالك كانت فرقت معاك. راجع كولين كده، عشى كولين قوي، خش انس انت، يلا انس خلص يا ابن اللعيبه، شالها ازاي ده؟ خلص يا ابني، حلوه، خش يا منور انت بقى يا ابن اللعيبه، خش يلا، حلوه حمدوني، يا نهار ابيض على الكوره، بس حلوه شبه الهجمه قوي. طاير يا ساتر على الكوره، حلوه ترافورد قوي. اطلع كده يا انس، طلع، مش ممكن مش ممكن يا جماعه الجون ده يخش فينا، يعني ده هما دي تقريبا تاني هجمه ليهم في الماتش كله، يعني قافل فوق، نخلي بالنا نمسك نفسنا، فاضل 10 دقايق ما يخشش تاني عشان نعرف نتعادل ان شاء الله. طلع، مش ممكن يا جماعه، حرام عليكم يا جماعه، يعني للاسف للاسف. فبعد ما طلعنا كلين شيت في اخر ماتشين في الدوري، لبسنا جولين فجاه من شيفيلد كده في الشوط الثاني، هم يعني غفلونا بمعنى الكلمه. يعني للامانه الفريق عمل ماتش كويس قدام شيفيلد، لكن للاسف النتيجه ما خدمتناش. عندك بروخا ما بيكون مش في يومه، بتبقى مشكله كبيره جدا، لان العمدوني عندنا ومانيوال وحتى انس الزروري، الثلاث لعيبه الاكس جي بتاعهم مش حلو جدا للاسف زي بروخا، فمحتاج نطور عندنا حته الاهداف شويه، ونحاول نلاقي حد بقى حل تاني من الحلول لما يكون بروخا مش في يومه. ماتش مهم قدام وولفرهامبتون، مركز 18 بيصارع الهبوط في ملعبهم وسط جمهورهم، اكيد الماتش صعب، اتمنى بقى نرجع تاني لسكه الانتصارات من الماتش ده. ده التشكيل بتاعنا قدام وولفرهامبتون، طبعا في غياب اتنين لعيبه مهمين جدا زي بروخا ومانويل ريدموند، طبعا هياخد الفرصه في الماتش ده، وفوستر طبعا. بروخا بصوا يا جماعه، يعني بروخا مجهد قوي، مش هيقدر يشارك اساسي الفتره دي، ادي بروخا وادي مانويل، فمش هيقدر يشارك اساسي في الماتش ده. الكره دي خطر جدا، قافل دخيل كده، اوعى يشوط ده، حلوه ترافورد قوي، خش، مش اوفسايد، يلا انس، حلوه يا ابن اللعيبه، عمدوني، حرام عليك يا عمدوني، الله الجول ده، حلوه لها فوستر، فيتينيو يا ساتر، دخيل، يا نهار ابيض على الكوره دي، خطر قوي الكوره دي، فوق فاضي خالص، دخيل، يا نهار ابيض على الكوره، يا ساتر، امين ونبي، اوعى، لا يا دخيل حرام عليك يا دخيل، مش انت اللي تغلطها دي يا دخيل، ده انا بقول عليك العيل اللي عندنا في الدفاع، يعني يعني لبسك ضربة جزاء، بص لبسها لك مظبوط، يعني يا رب ترافورد بقى، ريدمون حلوه، خش فوستر، خلص، يا نهار ابيض يا فوستر، يعني ده بروخه بيضيعها، انت هتجيبها، باير عشا، باير كاونتر اتاك، يلا خش يا ريدمون انت، يلا يا ريدمون اجري، يلا يا ريدمون خش انت بقى، مش ممكن يا جماعه، حرام والله الحظ ده، راجع بس، راجع بسرعه براون هيل كده، جون حلو قوي يعني، وهو بصراحه خط الوسط بتاعنا اتاكل في اللعبه دي. ايه يا حكم، ايه يا حكم، صح كارت احمر، بس بعد ايه بقى يعني، خلاص حلوه الكره دي، ايه ضربه جزاء، والله جت شكل الماتش هيسخن يا جماعه في اخر 4 دقايق، بس لو حطينا ضربه الجزاء دي، يلا يا فيريكسون كده انت نازل، بص نازل من الدار للنار بقى زي ما بيقولوا كده، يعني هتقدر تحطها ولا انزومك،
لو ضاعت شكرا الماتش خلص، الماتش لسه فيه كلام كتير. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ يا ساتر على الكوره، حلوه يا ترافورد قوي. ابو فيني خلص يا ابني، حرام عليك يا ابني، الكوره دي خلاص صفر الحكم. مش ممكن يا جماعه الماتش ده يعني اداء مش احسن حاجه لينا، بس حرام نخرج بالمنظر ده. يعني كرة ضاعت في العارضه مننا وحاجه اخر نيله يعني. المنافسه في الدوري الانجليزي صعبه جدا يعني، بعد الخساره قدام وولفرهامبتون هم طلعوا من مرحله الهبوط، واحنا بعد ما كنا ماشيين كويس جدا في الفتره اللي فاتت دي، حاليا دلوقتي احنا مركز ال 14 وهنلعب برايتون في ملعبها وسط جمهورها. برايتون في مركز 18، الفرق بيننا وبينهم لو احنا خسرنا الماتش ده ممكن ننزل احنا لمركز الهبوط، حاجه مش طبيعيه طبعا يعني. ده بيبين لكم قد ايه اهميه الماتش اللي احنا هنلعبه قدام برايتون. هيطلع مانويل كده، انا واثق فيه كمان النهارده ان شاء الله يعني، يا رب بس تبقى فايق النهارده كده. حلوه مانويل قوي، خش. طيب عندوني معاك، يلا عندوني عندوني، يا نهار ابيض عندوني على الكوره. طلع من... يا راجل طلع من هنا خلص بقى. حلوه ترافورد والله، يا ساتر على الكوره، خطر دي قوي دخيل. حلوه ترافورد والله، طلع حسب ايه؟ ضربة جزاء ولا ايه؟ الحمد لله ما حسبش ضربة جزاء، والله العظيم ده قلت حسبها بينالتي. طلع من هنا؟ يا نهار ابيض على الكورة، مش ممكن يا جماعة، ركز شوية. قافل يا فيتينيو. فاتي ده بص يعني ده بتاع برشلونة ده يا جماعة، مش أي أكاديمية يعني. تخيل؟ مش ممكن على غلطة. يعني دخل عليه اتنين، انا فاهم وكل حاجه، بس يا دخل انت اتبعت وحش قوي. حلوه الله الكوره، مش اوفسايد بروخه. ايه يا بروخه اللي حصل بس؟ يعني كوره غريبه من بروخه ضاعت بصراحه. عمدوني، الله يا عمدوني، يعني تخيل لسه بروخه مضيع كوره غريبه، لكن الحمد لله ربنا وفقنا في التعادل ده. عمدوني لا خلص يا عمدوني، يا عمدوني ركز شويه، عمدوني ارجع فريكسون. طاير يا نهار ابيض على الكوره يا جماعه، بروخه حلوه يا بروخه قوي، خلص مش ممكن يا بروخه. يلا على الهادي بقى تاني، مش ممكن يا دخيل على الكوره دي يا دخيل. يلا بروخه فاول، دي حكم ما فيهاش حاجه، والله العظيم الكره فاول دي اصلا. هايل يا تريزور والله، خش يا تريزور، حط جون، حط جون، يلا حرام عليك يا تريزور. يا نهار ابيض على الكوره، بص والله العظيم ما فيها حاجه، صدقوه والله العظيم مظلومين في الكره دي يا جماعه، والله يا حكم ما فيها حاجه الكره دي خالص. طب بص بص على الكرة يعني، حرام والله. أنا مش يعني أنا شايفه داخل على الكرة والله. ترافورد بينط صح بس متأخر. يعني الخسارة دي يا جماعة زعلتنا جدا جدا في مركزنا في الدوري دلوقتي، الله أعلم إحنا بقينا فين دلوقتي. هل إحنا بقى نزلنا مركز الهبوط مكان برايتون؟ بس أكيد برايتون يعني يقرب منا يطلع فوقينا. ده شكل البريمير ليج دلوقتي حاليا يعني، مانشستر سيتي في المركز الاول، توتنهام وارسنال ليفربول، الثلاثه دول توب فور طبعا، منافسه قويه جدا على التوب فور. ويست هام ونيوكاسل بينافسوا، حتى تشيلسي برضو بيقرب منهم مش بعيد قوي يعني. لكن لما بص على مركزنا احنا طبعا كنا مركز 14، نزلنا طبعا فين لحد 16. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان انت تحتيك مانشستر يونايتد يعني مفاجاه كبيره جدا، والحاجه اللي يعني مخليه شكل كويس يعني شكل كويس قدام الناس ان تنهاج بمانشستر تحتينا. واستون فيلا في المركز 18، ده سلاح ذو حدين، معنى كده ان مانشستر واستون فيلا يعني سهل جدا يعدوك الجوله الجايه، وانت عندك ماتش في الحلقه الجايه بقى ان شاء الله قدام ايفرتون، اللي هي اصلا يعني ما اعرفش في المركز الكام ايفرتون، في الكام ايفرتون في المركز العاشر، فالماتش صعب جدا، والهزيمه فيه معناها انت ممكن تنزل في مركز الهبوط، وساعتها هنخش في دوامه احنا في غنى عنها تماما. احنا كده وصلنا لحلقه، لو عجبتك الحلقه دي اعمل لايك للفيديو واشترك القناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله، السلام عليكم.